هل يجب في القراءة في الصلاة تحريك الشفتين أم أنه يجزئ القراءة في القلب دون أن يحرك شفتيه؟ جواب هذا أن القراءة في القلب لا تسمى قراءة، ولذلك الجمهور الذين يمنعون الجنوب من قراءة القرآن لا يمنعونه من إجراء القرآن على القلب، لأنهم لا يرون هذه تسمى قراءة، ويرون الجواز. والجمهور الذين يحرمون قراءة القرآن في الحمام لا يمنعون أن تجري القرآن على قلبك، لأن هذه لا تسمى قراءة، والذي يمنعونه هو القراءة. فمن لم يحرك شفتيه في الصلاة ويقرأ ويسمع نفسه لا يسمى هذا قارئا ولم يقرأ شيئا. والقراءة لا تسمى قراءة إلا بتحريك الشفتين، ولأن من أجرى القرآن على قلبه لا يصدق عليه بأنه قد قرأ، فذلك لا تجزئ هذه القراءة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه من حديث الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ، وهذا لم يقرأ، وإنما أجرى القرآن على قلبه. ولو كان قارئا لأجمع العلماء على تحريم إجراء القرآن على القلب وهو جنب، والجمهور يمنعون من هذا ويجوزون هذه الصورة لأنه لا يسمى قارئا عندهم. ولكن ينبغي أيضا التنبيه على أن الطائفة يقعون في الوسواس بسبب هذه المسألة، يتكلفون في تحريك الشفتين فيرفعون الصوت ويؤذون من على اليمين ومن على الشمال، ويكررون بعض الآيات فيقول: لا أدري قرأت أم لم أقرأ. وهذا من الغلو ومن التنطع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، رواه مسلم في صحيح من حديث ابن مسعود، أي الغالون المتعمقون في الأشياء. وهذا من الغلو والتعمق،